كذلك انه من المرقد يقدر يرقدوا بزيت العود، كاين نفع مزيان دهن وشراب ومفيد للكبد. كاين ترقدوا كذلك الحلبه مزيانه لتساقط الشعر والاورام دهن. كذلك نرقدوا زيت السنوج مزيان، بغيت نعني زرعه الكتان، قدروا ملي ترقدوا زرعه الكتان فهو زيت مزيان للكلوي ومزيان للكبد ومزيان للسرطان ومزيان للاورام ومزيان للتوازن الهرموني. رقدوا الخزامه مزيان للاذن ومزيان للتوازن الهرموني، دهنا وشربا مزيان وتقطيره. كذلك رقدوا ازير مزيان لاسيونيزيد تقطيره. قدروا رقدوا عده فوائد صحيه موجوده، بحال مثلا كي تيقض الحرمل مزيان للروماتيك بالسياتيك. انا تنفضل السنوج حيت في حديث نبوي، السنوج رقدوا ما 300 غرام حتى 400 غرام في ايترو تاع زيت العود ونخليه جوج ثلاثه اربعه خمسه الاسابيع. احسن علاج للشقيقه ومفيد للخصوبه دهنا لجميع الجسم، وتقطر به الانف للزكام والحساسيه، ومزيان للربو دهنا. سبحان الله الخير كله موجود. نعم، اذا هاد الدهون كلها تكون عندكم، وان شاء الله ولو زيت العود دير 100 درهم نشريوها ان شاء الله ونشجعوا الفلاح. وما نشروش حنا ارقان وجغمه في الطوماطات ديال اسماء اوروبيه مثلا تشريو 500 درهم ما تنستحياوش. تنقول زيت العود غلا، هو متاع غير 50 درهم وما تنعرفوش نشريوه ونستعملوه، وتنشريو بوماده ديال جوج فرا ديال 500 درهم حيت ديال اوروبا كلها عامره جلاخه ديال البرودوي شيميك. نبدلو شويه الرؤيه ديالنا ونعمقوا شويه الفهم ديالنا، عسى الله تعالى. حنا ماشي ضد نشريو من عندهم، حنا مصلحتنا هي الاولى اولا، ونديروا عن وعي مزيان. والا حنا نصدروا لهم غادي تشوفوا في اخباركم على انه تيجيو الاوروبيين تيشريو زيت العود من المعصرات 60 درهم اللترو. عرفتي شنو يديروا بها؟ تيهرسوا بها زيت العود ديالهم. سمعني مزيان، تيهرسوا بها زيت العود ديالهم، يعني زيت العود ديالنا رفيعه، وتيهرسوا بها زيت العود ديالهم باش يبيعوها للسوق 60 درهم. قال لك انا كان جيت نبيعها تما نبيعها 150 درهم 15 اورو اللترو. متفاهمين؟ خيرات البلد نستافدوا منها ونعلم وليداتنا يستعملوها اكثر من الوليدات ما تيبغيوش زيت العود، حيت الامهات ما تيبغيوش زيت العود، تتخلي الريحه قالوا. ايوا والسرطان شكون اللي مريض به؟ العائلات هما اللي مريضين به بزاف. ما ياكلوا ثومه، ما ياكلوا حلبه، ما ياكلوا زيت العود، فين بغا تمشيو؟ وجلت نعم؟ لا المارغرين الله يحفظ. نعم. اذا اوراق الزيتون، زيت العود، الماء المرجان، وغادي نفاجئكم ملي تنعصروا الزيتونه تتعطينا سائل فيه الزيت والماء، ياك الماء تيهبط هو المرجان والزيت تاع الفوق هو اللي تناخذو تنستعملوه، وثم تعطينا الماء المرجان وتعطينا الفطور العظم مع القشور تاع الزيتونه. العظم ديال الزيتون كاينين الناس يدقوه وتيكحلوا به، كاين الناس يبخروا به مزيان اللي عنده الضيقه والربو. كثير عندكم عندهم الحساسيه ديال النيف وعندهم الربو، شكون فيكم اللي تعرف يبخر اوراق الزيتون من جهه او العظم ديال الزيتون من جهه ثانيه؟ عظم الزيتون سنتعلموا نعلموا الجميع، يتجمع ويتطحن والغبره ديالو نزيدوها في الماكله وشوفوا صحتكم كي تكون من بعد. لا هي لا عظم التمر تلوحوه، وعظم التمر لو تعلموا سولوا الفلاح مني عظم التمر تيجمعوا تيعطيوه البهايم اللحم تطلع رفيعه جدا. ما غاديش ناكلوكم انتم مما لا شك فيه، فقط انه باين على انه في املاح صحيه او مواد مفيده جدا مزيان. فعظم الزيتون تعلموا نطحنوه بعد ما نقليوه شويه، وعظم التمر مادام جبنا النواه تيطيب في الفران بلا ما يتحرق مما لا شك فيه، تيدار قويلب تيحيد لي غاز اللي عنده لي غاز لي بالونمون مزيان. اذا فهذا النواه تاع الزيتونه. كاين الفطور، الفطور انا تنفضل المعصره ملي تتلوح داك الفطور تتبيعو 30 فرنك الفرارن وتعطي تيام مخير اللي تعرف يطيب به، او ماني الفرارن تيطيبو الخبز يعطي ريحه مخيره في الخبز. انا تنفضل عجنوا به
خذوا ذاك الرطب وعجنوا به الخبز وتشوفوا الخبز كي يكون. وانا تنفضل الفطور عجن به خير تعطي ريحه راه زيتون هذاك تحط زيتون. اذا فاللي كاين هو الفطور. الفطور قلنا على انه التغربيله الاولى تتكون رطبه. التغربيله الاولى خلطوها مع شويه الصفر البيض وزيت العود ديروها للبواسر قتلها للبواسر والبواسر كثيرين عندنا. وعلى الاستعجال كل اطلي بجوج مفيد جدا. كذلك الفطور مع الثوم مشوي والبصل مشوي ديروه على المفاصل اللي عنده الارتروز او ديروه على البخال اللي عنده الضيقه. بصل مشوي والثوم مشوي مثلا سبعه الحبات ديال الثوم مشوي بصله مشويه مثلا ربعه ديال الفطور خلطوا داك الشيء مزيان وديروا على الصدر والظهر ديروا على الكلاوي ديروا على المائده ديروا على المفاصل تنقي الجلد وتقوي المفاصل مزيان. عندي ناس واحد كان عنده السرطان الله يعافي الجميع عطيته يفرش الفطور يفرشه وينعس عليه وعادي يغلفه بالفطور مره اخرى فوق منه واخا قال لي يسخن جسمه كله تيقوي الجسم. انا تنصح الرياضيين او الناس اللي عندهم مع الاستحضارات تحضير تاع المواد للرياضيين ان يديروا منه دي بلاك اما بوحدو او مع ازير. ازير معروف عند الرياضيين وغالي خصوصا في اوروبا او مع الفيكوس او مع الاعشاب او مع طحالب البحر او الاخوه العشابه عنده افكار طيبه ان شاء الله ممكن يوجدوا منه دي بلاك. اقسم بالله تعالى هذه اذا حسن الاستعمال في فهم نديرهم دي بلاك اللي عملوا البلاك 500 درهم حطوا عطيو الرياضيين وتشوفوا لي بلاك الالم ديال الرجل اللي تتكون عندهم في البلاصه باذن الله. ازير معروف والفطور كذلك مفيد في هذا الاطار مزيان. اذا هذه كل مواد. وبالنسبه للوزن عند النساء دي بلاك تحيد التجاعيد وتهبط الكرش اذا حسوا الاستعمال. انا طرق الاستعمال نزيدو نتكلموا عليهم من بعد. تيقول ما كاينش ماده خايبه كاين سوء الاستعمال وحنا تنتكلموا على حسن الاستعمال هنايا. الفطور النواة المرجان زيت الزيتون اوراق الزيتون هادشي فين كاين؟ عندكم في مكناس. والمعصرات شكون اللي تيمشي لهم يجمع هادشي؟ ديروا نسقوا مع الاخوان جمعيتهم مباركه داروها باش هاد الخير يعم. فنديروا دي ستوك نديروا دي ديبو نديروا نشيطي في هاد الاطار ونجمعوا هاد الخير. والله تعالى تذكروا الحديث الذي يقول كل فعل عليه الصلاه والسلام يرحموا من في الارض. اذا نرحموا بعضياتنا والله هذا الخير هذا يعم الجميع باذن الله في القوه باذن الله تعالى. اذا فهذه شجره الزيتون المباركه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء من مكناس ومن كل موقع فيه المسلم يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله يعطيكم الصحة. إذا فإن شاء الله هذه من الآيات لنمجد الله تعالى ونحمده ونشكره. عسى الله تعالى يبارك فينا إن شاء الله ونكون في صحة وبركة. إذا فلاحظتوا مواد موجودة ومتناولة متناولة الأيدي. أقبع شيء أنه من المرجل لا حول ما بقاش بين يدينا. ولكن كي معصرات مازال عندهم ان شاء الله هذا العسل موجود ويكون التنسيق باذن الله. فتنقيه الجسم اساسا مزيان اراحه العضو المريض وتقويه العضو المريض ما يمكنش الجسم ما يرتاحش. ولكن كاين خطط كاين نقط اخرى تندعم بها العمل. اولا كيف قلنا ذاك البخار اللي فيه اعشاب صحيه فالجسم كل ما صدر شم امور صحيه أو روائح طيبة منها أوراق الزيتون والشيح كلها ضد عفونات ومقويات وكذا القلب يرتاح الدورة الدموية تطلع مزيان للراس. ولا حطينا على المرجان على رجلنا مع البصل تنغليو الماء مع البصل والمرجان نديروا رجلنا كذلك ورقدوا في رجلنا الدورة الدموية تتحسن وذاك المغلى من الماء والأعشاب مع